شو جايب شغيل جديد؟ يعني عم فكر شغله بدل هالمنظوم خليل هاللي تركنا وفتح محل مخلل. ايه شفته انا جاي. هي اخرت المنيحة معه؟ ضليت تقلي خف على العمال خف على العمال. هي بأول فرصة تركنا ومشي. خليل كبر وما عاد في عدل. طبعا اللي صح له ما صح لغيره. شو قصدك؟ لا قصدي انه عنده صهر اجدب. الله يعلم منين عم يجيب مصرياته. انت مشغول كتير هون؟ شلون يعني قصدك مشان نشوف الحسابات؟ اه طبعا بدي شوفه. وبدي تروح على البيت تخبر معزز اني جاي اتغدى عندكم اليوم. يا حلة البركة يا عمي، يا حلة البركة. بتحب نعمل لك شيء أكل معين يا عمي؟ لا لا لا، شو ما كان أي شيء. وبعت لي أسعد بطريقك. أنا؟ لكن أنا؟ على رأسي عمي، تكرم عينك على رأسي. تكرهي الخير لك أسعد؟ لك رفيق أنا بتكرهي الخير؟ ما بكره لك الخير، بس بدي أعرف أنت رح تلحق تشتغل لي ببيتي بالليل. بساوي لك كل شيء بالليل، وحياة الشوارب بساوي لك البيت. لك غالي انت غالي والله. اسعد امر فوت عمي، بده اياك فوت. شوف يا خدامك احمد، انا بدي اياك تشتغل عندي عالتالو بس، وطول ما انت دغري رح تكون مبسوط. بامرك يا بيك. وما في داعي تقول لي يا بيك طول ما عمي موجود هون، فهمت؟ فهمت يا بيك. رح جربك وبنشوف. صدق بي الله يا بيك، أنا اليوم الصبح طلعت من بيت أسعد قبل طلوع الضوء، وكنت ناوي أروح على بيروت مشان أتسبب، بس الله بعدي اسمه هيك وجه لي طريقي لعندك، سبحانه ما أكرمه. بدك تعمل لي إياها سيرة؟ روح ورجع بكرة تضرب. عراسي تاج راسي خاطرك. هلا أحمد بده يطيل لك البيت؟